اللهم اوصل لهم ذلك اللهم اوصل لهم ذلك في دار من النار اذن لهم واغفر لهم واغفر لهم وارحمهم اجمعنا واياهم بدار كرامتك مستخر رحمتك مع عبادك الصالحين واوليائك المفلحين اللهم افعل بنا في عاجلنا واجله في الدنيا والاخره ما انت له اهل إنك غفور حليم جواد. صلوا على محمد.